سائل يقول: ما حكم لعب الشطرنج والورق؟ الشطرنج محرم لا يجوز، وردت النصوص بتحريمه. والورق إذا كان على عوض، إذا كانوا يأخذون جوائز على لعب الورق، هذا ميسر، هذا القمار والميسر وحرام والعياذ بالله. أما لعب الورق اللي ما فيه مسابقات ولا فيه جوائز، هذا إن كان يشغل عن ذكر الله وعن، فإنه يحرم، لأنه من اللهو الذي ولا يليق بالمسلم أنه يلعب الورق. المسلم يضيع وقته يلعب الورق ويختلط مع السفهاء، لا خير في هذا العمل، يتركه المسلم. نعم.